السؤال: ما حكم الصلاة على الجرائد المنتشرة في هذه الأيام؟ الجرائد لا يجوز الصلاة عليها، لأن فيها ذكر الله وفيها حديث وآيات هذا انتهى، لكن الواجب أنها تجمع وتحفظ في الدواليب أو تحرر أو تدفن. أما أن تستعمل في يصلى عليها أو توضع سفرة للموائد أو ولفة للحاجات هذا لا يجوز، لأنها في الغالب لا تخلو من آيات. أما لو وجدنا جريدة ما فيها شيء، ما فيها ذكر الله ولا آية ولا شيء، هذا لا بأس أن تلتهم، لكن ألا أن توجد جريدة تكون جرائد صلاة البلاد، لا يوجد جريدة إلا فيها شيء من ذكر الله أو آية أو حديث، فلا ينبغي ولا يجوز أن تلتهم. نعم، بل يجب أن تحرق إذا كان لهم حاجة فيها، تحرق أو تدفن في أرض طيبة أو تحفظ عنده في ذواليب حتى لا تلتهم ولا. وأما الصور التي بها فإن كان مسح الرؤوس وإذا دفنت في صفتها ولم يظهر منها شيء ما ضر، المضر ظهورها وانتشارها أو جعلها على البطان أو جعلها على الباب. أما إذا دفنت حتى يعطي الله ما شافيها أو تحرق أو تدفن في أرض، نعم.